السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن كيف كنت أتعامل مع والدي ووالدتي في كثير من الأحيان وأنا شاب صغير وأنا طفل في معصيتهم وعدم السماع لهم في أشياء كثيرة كانوا يريدونني أن أعملها، وهذا قد يكون ثقافة من ثقافة الأطفال والشباب في هذا السن اللي احنا كنا عايشين فيه. ولكني اكتشفت أن والدي ووالدتي كانوا أرحم علي من نفسي، فلم يرفع والدي يده علي قط في حياته، وكذلك أمي رحمة الله عليهم. ومن العجيب العجاب أنني في يوم ما وأنا في كلية الطب استمعت إلى والدي وهو يتحدث إلى ضيوفه في القاهرة في بيتنا قائلا لهم بفخر واعتزاز وإعجاب وكل الأشياء التي يزهو بها الوالد أمام أصحابه: هذا الولد كبر وكلفنا كثير من الأموال لكي يصبح طبيبا. وكان يقولها بوجه مبتسم بشوش فيه عزة وفيه مكانة وفيه رفعة. فبالرغم من أن معصيتي له ولوالدتي كانت دائمة، إلا أن حبهم لي وافتخارهم بي وزهوهم بي كان ليس له حدود على الإطلاق. فأرجو من الشباب ألا يتخلقوا بهذا الخلق، إن مهما حاولنا من معصية أو عدم السماع للوالدين ونحن صغار أو ونحن كبار، إلا وإنهما هم بعض الله سبحانه وتعالى من يغفرون ويرحمون ويدافعون ويبتهجون ويفتخرون بما نقوم به. رحم الله كل والد ووالدة فيما قدموا لأبنائهم من خير ورشد وتوجيه ومشورة ونصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.